بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مرحب بكم أبناء الطلاب، أهلا بكم وحشتونا. طبعا بقالنا فترة كبيرة ما تقابلناش، نظرا طبعا للظروف اللي بتمر بيها البلاد، الظروف الحرجة اللي احنا فيها. طبعا بنكمل محاضراتنا أونلاين، وطبعا بدلك ربنا يحميكم ويحمي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء يا رب العالم. احنا المفروض ان احنا الاسبوع ده كان سكيدولت لينا ان احنا هنشرح في الماسكولوسكيليتال موديول، وطبعا هنبتدي احنا، انا فضلت ان انا هبدا معاكم الماسكولوسكيليتال موديول بنفسي ان شاء الله، وهنبدا اونلاين زي ما احنا شايفين، وباذن الله تعالى هتطول المحاضرات وسواء كان نظري او عملي باذن الله. الماسكولوسكيليتال سيستم طبعا ده بيشمل البونز وبيشمل الماسلز، ولكن البونز هنزل لكم محاضرات لوحدها بالعملي ان شاء الله، هيشرحوه ان شاء الله الشباب المدرسه المساعدين والمعيدين، هيرفعوا لكم العملي برضه في كل اسبوع باسبوع ان شاء الله، ولكن انا هبدا معاكم الجزء الفليش باذن الله تعالى. طيب هو طبعا طالما هبدا ب ماسكولوسكيليتال سيستم يبقى انا هبدا ببارتس اوف اور بودي. هنبدا باللور ليم، وهناخد اول محاضره بمشيئه الله في اللور ليم عندنا. المحاضره دي هتكون بعنوان المحاضره الاولى لينا النهارده بعنوان الفرونت اوف ذا ثاي. الثاي طبعا هو الفخذ زي ما هنشوف. طيب احنا هنتكلم في المحاضره دي على ايه؟ يعني احنا هنخرج من المحاضرة دي بإيه؟ يبقى at the end of this lecture you have to know. أول حاجة هنتكلم فيها إن نعرف الـ superficial structures اللي موجودة في الـ front of the thigh، لأن في superficial وفي deep. أول حاجة في الـ superficial structure، طب هعرف إيه في الـ superficial structure أو هندرس إيه؟ هناخد أول حاجة نعرف يعني إيه superficial fascia موجودة، هنتكلم على superficial أو cutaneous nerves اللي موجودة في المنطقة، هنتكلم على superficial inguinal arteries، هنتكلم على superficial veins، وهنتكلم فيها كمان على superficial inguinal lymph nodes. ده الجزء الأول لينا. بعد كده هنتكلم على deep structures اللي موجودة في front of the thigh، هنتكلم فيها على deep fascia، هنتكلم على muscles اللي موجودة في front of the thigh بالتفصيل، هنتكلم على blood vessels والnerves الموجودين في الفرونت اوف ذا ثاي. خلونا نروح للديتيلز، وفي نهايه الديتيلز دي طبعا هنرفع المحاضرات دي، واي كويتشنز في اي وقت طبعا تحت امركم باذن الله تعالى. طيب قبل ما اخش في الفرونت، انا ليه قلت فرونت وايه ثاي والكلام ده كله؟ طبعا زي ما انتم عارفين ده شكل اللور ليم. احنا بنقسم اللور ليم الى الجزء العلوي اللي احنا شايفينه ده بنسميه الثاي او الفخذ، والجزء الوسط ده اللي هو الليج، وبعد كده تحت يبقى فيه الفوت. فاحنا ديلينج مع الجزء اللي فوق اللي هو الثاي، وهناخد اول جزء منه سميناه فرونت اوف ذا ثاي. ليه؟ لان الثاي عشان نعرف نشرحها كويس قوي هنلاقي ان لو بصينا في مقطع اهو في الثاي زي ما احنا شايفين، هنلاقي الثاي مقسومه الى ثلاث اجزاء. اللي قاسمها حاجه بنسميها انتر ماسكولار سيبتا. انتر ماسكولار سيبتا دي عباره عن دي فاشيا، هذه الدي فاشيا هي اللي بقسمها لي الثاي الى 3 كومبارتمنتس. هنا انا عندي 3 انتر ماسكولار سيبتا موجودين، في عندي ميديال انتر ماسكولار سيبتا، وفي عندي لاترال انتر ماسكولار سيبتا، وفي عندي بوستيرو انتر ماسكولار سيبتا. يبقى في عندي ميديال انتر ماسكولار سيبتا، في عندي بوستيرو انتر ماسكولار سيبتا، وفي عندي لاترال انتر ماسكولار سيبتا. قسمت لي الى الماسلز هنا الى تاول والكونتينس طبعا اللي مع الماسلز الى 3 جروبس. نبقى الجزء الامامي اللي احنا شايفينه قدامنا دي، الماسلز اللي في الامام دي او الكومبارتمنت اللي قدامنا ده بيحتوي على الماسلز الموجوده في الفرنت اللي هنتكلم عليها النهارده، ده بنسميه انتير كومبارتمنت. وبعد كده في عندي جزء موجود في الميديال سايد، ده طبعا ده الانتير قدامنا اهو، دي الماسلز الموجوده في الانتير كومبارتمنت. بعد كده في الجزء اللي احنا شايفينه ده موجود ميديالي، ده هنسميه ميديال كومبارتمنت، وادي الماسلز بتاعته الموجوده اهي، هنطلق على اسمها الدكتور ماسلز، نتكلم عليها ان شاء الله بعد كده. وبعد كده في الجزء الخلفي اللي ورا ده، دي ماسلز موجوده في الباك هنا اهي، دي اللي احنا بنسميها بوستير كومبارتمنت، او ساعات نقول عليها هامسترنجز ماسل، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله ليتر.
يبقى انا عندي في عندي بوستيريور كومبارتمنت، في عندي انتيريور كومبارتمنت، في عندي ميديال كومبارتمنت. انا هبدا النهارده ان شاء الله مع الانتيريور كومبارتمنت او الفرونت اوف ذا ثايغ. يبقى موضوعنا النهارده هو الفرونت اوف ذا ثايغ. في الفرونت اوف ذا ثايغ اول حاجه زي ما قلنا في بدايه المحاضره ان احنا في عندي فيها سوبرفيشال ستراكشرز نتكلم فيها، وهذه السوبرفيشال ستراكشرز اللي موجوده اهم حاجه فيها عندي السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا كونتيننج سيفرال ستراكشرز زي ما قلت من شويه، هتكون فيها سوبرفيشال نيرفز، هيكون فيها سوبرفيشال ارتريز بنسميها سوبرفيشال انجوينال ارتريز، وهنشوف فيها كمان السوبرفيشال فينز مره ثانيه، وهيكون فيها كمان سوبرفيشال انجوينال لينف نودز. طيب تعالوا نتكلم بقى على اول حاجه عندي اللي هي السوبرفيشال فاشيا. لما نيجي نشوف السوبرفيشال فاشيا الموجوده في الفرونت اوف ذا ثاي هنلاقيها مكونه من تو لايرز. لاير سوبرفيشال بنطلق عليها اسم سوبرفيشال فاتي لاير، وهي طبقه اغلبها فاتي، وتحتيها طبقه ديب بنسميها ديب ممبرنس لاير لان هي عباره عن ميمبرين. السوبرفيشال فاتي لاير اللي احنا شايفينها دي دي بتبقى كونتينوس مع الكورسبوندنج لاير اوف ذا انتير ابدومينال وول، يعني هي مكمله معاها. بينما الديب ميمبرينس لاير دي عباره عن فيوزد، بتبقى فيوزد مع الديب فاشيا جاست بلو ذا انجوينال ليجامنت. ودي نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها هنا، ان السوبرفيشال فاشيا سوري الديب ميمبرينس لاير اوف ذا سوبرفيشال فاشيا هنا فيوزد بلو ذا انجوينال ليجامنت، وبتمسك زي ما احنا شايفين باتاشمنت هذا اللاين اوف ذا اتاشمنت بنطلق على اسم هولدنز لاين، بسميه هولدنز لاين. وهنا بتبقى في حته ناخد بالنا منها هنا، لو في اي حد حصل له رابشر نتيجه حادثه وحصل رابشر للبينايل اوريثرا، اليارين هيتجمع في الابدومين وعمره ما هينزل في الثاي. ايه اللي بيمنع ان هو ينزل في الثاي؟ اللي بيمنعه هو الاتاشمنت اوف ذا ديب ميمبرينس لاير مع الفاشيالات طبعا زي ما احنا شايفين. وهنا الاتاشمنت ده بنسميه هولدنز لاين، ناخد بالنا من اسمه بس، اسمه هولدنز لاين، وهو اللي هو زي ما اتفقنا ان هو الفيوجن بتاع الديب فاشيا جاست بلو ذا انجوينال ليجامنت، الفيوجن دي مع الديب ميمبرينس دي الاثنين دول مع بعض بيؤدي وات از كولد هولدنز لاين. فايدته ايه؟ ان هو بيبريفنت الاسكيب اوف ذا يورين تو ذا ثاي، ده لو حصل بينايل اوريثرا حصلها انفجرت او حصلها انجري نتيجه حادثه او اي شيء. في السوبرفيشال فاشيا اول كونتنس زي ما اتفقنا فيها او الكونتنس اللي احنا اتكلمنا عليها بنلاقي فيه سوبر في هنتكلم عليها سوري فيها سوبرفيشال كوتينس نيرفز. الكوتينس نيرف او السوبرفيشال نيرف موجودين في المكان ده، ادي شلنا السوبرفيشال فاشيا ده كونتنس. هلاقي فيها ارتريز زي ما احنا شايفين هنقول عليها انجوينال ارتريز، وهلاقي فيها سوبرفيشال فينز واهمهم الجريت سافنس فين اللي قدامنا ده، وفي شويه لينف نودز هنتكلم عليها. طيب هنبدا بقى بناخد السوبرفيشال او الكوتينيوس نيرفز اللي موجوده عندنا. السوبرفيشال او الكوتينيوس نيرفز اللي موجوده عندنا لازم نعرف ان هي جايه من ثلاث مصادر، لا اما جايه من اللامبر بليكسس دايركتلي يعني جايه منها على طول، او في برانشز جايه من اولاد او ابناء اللامبر بليكسس يعني نيرفز خارجه من اللامبر بليكسس زي الفيمورال نيرف وزي الاوبتريتور نيرف. اللامبر بليكسس اول نيرف عندنا بيخرج من اللامبر بليكسس وبيغذي المنطقه الفرونت اوف ذا ثاي سوبرفيشالي، بلاقيه هلاقي في عندي اول واحد اسمه اليو انجوينال نيرف. اليو انجوينال نيرف وده نيرف بيطلع من لمبر 1 اوف ذا لمبر بلكسس، هنعرفها بعد كده ليتر اون ان شاء الله. وده ادي شكل الاليو انجوينال نيرف، ودي المنطقه اللي بيغذيها الاليو انجوينال نيرف. يعني الاليو انجوينال نيرف بيغذي منطقه صغيره جدا، المنطقه دي موجوده اللي هو السكين ات ذا روت اوف ذا بينس او المونز بيوبس يعني بمعنى اصح، وبيغذي كمان الانتير 1/3 اوف ذا سكروتم او ليبيان ميجوس في الفيميل، وبياخد جزء من الثاي اللي هو السبيرو ميديال اسبيكت اوف ذا ثاي في المنطقه دي. ده بالنسبه لاول نيرف عندنا اللي هو الاليو انجوينال نيرف. بعد كده في عندي نيرف اسمه جينيتو فيمورال نيرف. جينيتو فيمورال نيرف ده بيتقسم اتنين، ده بيطلع من لمبر 1 اند 2، بيتقسم الى فيمورال برانش ده مسؤول عن الثاي، وجينيتال برانش بيغذي الجينيتاليا. فالفيمورال برانش اوف ذا جينيتو فيمورال نيرف هو ده اللي احنا ديلينج معاه. الفيمورال برانش اوف ذا جينيتو بيبقى موجود في المكان ده وبيغذي المنطقه العلويه في الوسط اللي احنا شايفينها قدامنا، المنطقه الخضراء دي ده المكان اللي بيغذي. بعد كده في عندي نيرف اسمه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، ده برضو ارايزد من اللامبر بلكسس لامبر 2 و3. واللاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي بيغذي الابر بارت او اللاترال اسبكت اوف ذا ابر بارت هنا اوف ذا ثاي. اوكي ده اسمه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي،
يعني بيغذي الانتر لاترال، مش اللاترال بس، يعني بياخد بيطلع قدام كمان شويه، و وبيغذي كمان الانتير بارت فوق شويه اوف ذا جلوتيال ريجن. ده بالنسبه للثلاثه نيرفز اللي هيخرجوا من اللامبر بليكسس. طيب الفيمورال نيرف نفسه اللي هو احد ابناء اللامبر بليكسس بيطلع هو كمان برانشز بتغذي الفرونت اوف ذا ثاي، بيطلع برانش اسمه ميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي، ده بيطلع يا اولاد من لامبر 2 و3، يبقى بيطلع حاجه اسمها ميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي اهو زي ما احنا شايفين، ده من لامبر 2 و3، وبيطلع كمان في النص هنا حاجه اسمها انترميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي، ده برضه بيطلع من لامبر 2 و3، ودول بيغذوا المنطقه الايه الثاي من تحت ميديال اند ايه، والمنطقه الوسطانيه لو احنا بصينا هنا ادي ادي ميديال اند انترميديال، بياخدوا المنطقه اللي لونها يلوش مع بعض دول قدام. بيفضل عندي بعد كده في برانش بيطلع من احد ابناء الفيمورال نيرف اسمه سافينس نيرف. السافينس نيرف هو نازل، ده نيرف اسمه سافينس نيرف. السافينس نيرف بيطلع منه برانش وهو نازل كده اسمه انفراباتيلر برانش اوف ذا سافينس نيرف. الانفراباتيلر برانش بيغذي المنطقه اللي قدام الباتيلا واللجامنتم باتيلي زي ما هنشوف دلوقتي، بتشارك في بريكسس هنا بنسميها باتيلر بريكسس اوف نيرفز هنقولها حالا. طيب يبقى كده دي البرانشز اللي خرجت من اللامبر بريكسس، او ودي البرانشز اللي خارجه من الفيمورال نيرف. وفي اوكيجنالي بقى في بعض الاحيان ممكن يطلع الاوبتريتور نيرف يدي كوتينيوس برانش بنسميه كوتينيوس برانش اوف ذا اوبتريتور نيرف، كوتينيوس برانش اوف ذا اوبتريتور نيرف، بيغذي برده منطقه الايه يعني المنطقه اللي احنا شايفينها دي. اوكي ده بالنسبه للسوبرفيشال نيرفز اللي انا بشوفها. الباتيلر بريكسس اللي انا بتكلم عليها دي بنسميها بري باتيلر بريكسس، مجموعه الاعصاب اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بيعملوا شبكه من الاعصاب قدام الباتيلا، عشان كده اطلقنا عليها اسم بري باتيلر بريكسس او باتيلر بريكسس اوف نيرفز. وهذه الباتيلر بريكسس دي موجوده في السبكوتينس تيشو اللي موجود فوق وحوالين الباتيلا واللجامنتم باتيلي، وهي بتتكون من نهايات الاعصاب بتتكون وتتجمع في المكان ده. في عندي الميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي اللي انا اتكلمت عليه، الانتيور برانشز بتاعته بتتشارك فيها، الانترميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي بيشارك بالبرانشات كلها بتتجمع هنا، واللاترال كوتينيس نيرف اوف ذا ثاي هو كمان بيشارك بالانتيور برانش بتاعه، والانفرابتيلر برانش اللي لسه قايله حالا اوف ذا سافنس نيرف، كل دول بيتجمعوا هنا ويعملوا لي واتس كولد بري باتيلر بليكسس اوف نيرفز. طيب بعد ما اتكلمنا على النيرفز ايه هي السوبرفيشال انجوانال ارتريز اللي موجوده، يعني في بلاد فيسلز موجوده، في بلاد فيسلز موجوده، دي عباره عن برانشز طالعه من الفيمورال ارتري، وده اهم ارتري موجود عندنا في الفرنت اوف ذا ثاي. الارتريز دي كان بيدو منستريتد وادور عليها تحت الانجوينال ليجامنت مباشره، انا عاوز ادور عليها حاليا موجوده تحت الانجوينال ليجامنت، وهي بتخرج من حاجه او بتعدي من حاجه هنا مهمه جدا هنتكلم عليها النهارده اسمها السافنس اوبننج. هما ثلاثه في الحقيقه ارتريز، اول ارتري فيهم اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري، سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري، والارتري الثاني اسمه سوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري، والثالث اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس ايليك ارتري. يبقى دول الثلاثه ارتريز اللي هنتكلم عليهم، وهم دول لازم نبقى عارفينهم، دول بنسميهم سوبرفيشال انجوينال ارتريز. السوبرفيشال ايبيجاستريك اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهو، السوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري اهو قدامنا هنا، ده رايح للور بارت اوف ذا انتير ابدومينال وول، يبقى ده رايح يغذي اللور بارت طالع الابدومين، وده بيغذي اللور بارت اوف ذا انتير ابدومينال وول. بينما السوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري، بودندم يعني جينيتاليا، فلما اقول سوبرفيشال اكسترنال بودندال يبقى ده رايح للجينيتاليا، اكسترنال يبقى رايح للاكسترنال جينيتاليا الخارجيه. وبعد كده في عندي سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك، ده بيمشي تحت الانجوينال ليجامنت، وبيبقى انستموزز مع ارتريز هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله، بيحصل له انستموز هنا عند الانتيرو سبيرو ايلياك سباين مع سام ارتريز تاني. ده دول الثلاثه ارتريز المهمين اللي احنا شايفينهم اللي احنا اطلقنا عليهم اسم سوبرفيشال انجوينال ارتريز. بعد كده هنتكلم على حاجه بنسميها سوبرفيشال انجوينال فينز. السوبرفيشال انجوينال فينز اللي موجوده هنا طبعا زي ما احنا عارفين الفينس سيستم لا اما هيكون فيه سوبرفيشال فينز لا اما فيه ديب فينز، ودايما ناخد بالنا ان الدم دايما بيطلع من السوبرفيشال ويروح للديب عشان يروح للهارت بعد كده.
فاتجاه دايما الدم دايما ماشي من السوبرفيشال للديب. احنا ايه الموجودين في السوبرفيشال فينز؟ موجودين اهمهم فين اللي احنا شايفينه ده، اسمه جريت سافنس فين، او بنسميه لونج سافنس فين، لانه ده اطول فين موجود عندنا في الجسم اهو. بيسموه سافنس. سافنس دي كلمه عربيه معناها صافي، صافي يعني ظاهر وواضح، لانه بيبان في الليفنج، بيبان واضح جدا في رجلينا، وهذا الفين اطلقوا عليه، خدوا الكلمه العربيه وسموها سافنس. يبقى هو اسمه جريت سافنس فين، او ساعات نسميه لونج سافنس فين، وده بيبدا من الفوت، بيبدا من الدورسم اوف ذا فوت عند الميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش. ده اسمه دورسال فينس ارش، له لاترال اند وله ميديال اند. اللاترال اند هيبدا بيه حاجه اسمها سمول سافنس فين، هنتكلم عليه ليتر اون، ما نام من الميديال اسبكت هنا هيطلع منه حاجه بنسميها جريت سافنس فين. الجريت سافنس فين هيأسند، اول ما هيبدا من الميديال اند هنا هيأسند ابورد على الميديال سايد اوف ذا ليج، وهو طالع اول ما يبدا هيبدا في الفرونت اوف ذا ميديال مالولس، يعني ماشي ان ذا فرونت اوف ذا ميديال مالولس، ومعاه نيرف اسمه سافنس نيرف، هو ماشي وراه. بعد كده هيمشي على الميديال اسبكت اوف ذا ليج اند اسند ابورد لغايه ما يوصل عند الني. في الني هنا هيمشي ورا الميديال كوندايل of the tibia، يعني behind the medial condyle of the tibia، وبعد كده يمشي ورا الميديال كوندايل اوف ذا فيمر، وبعد كده ascend upwards and laterally عشان يطلع على الفرونت اوف ذا ثاي. يبقى هو ماشي بعد كده ماشي على الايه الثاي، هيوصل في الثاي في هذا المكان هيوصل لopening اللي هنتكلم عليها النهارده. الopening دي بسميها softness opening، اسمها softness opening، ودي opening موجوده في الديب فاشيا، opening موجوده في الديب فاشيا، وزي ما قلنا هو هينتهي في حاجه ديب، يبقى لازم يعمل piercing للديب فاشيا. طبعا الفين ده مهم جدا وهنتكلم عليه ونشوف اهميته دلوقتي حالا، بس قبل ما نقول اهميته ايه الترابيوتريز اللي هي بتصب فيه. ترابيوتريز في ذيس فين، اول حاجه اول ثلاثه دول هم نفس مسميات السوبرفيشال انجوينال ارتريز، يعني كل انجوينال ارتري اللي اتكلمت عليه سوبرفيشال، كان في عندي سوبرفيشال انجوينال سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري بيبقى معاه سوبرفيشال ايبيجاستريك فين، ونفس الكلام سوبرفيشال اكسينابودندال وسوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك، يبقى فيهم نفس الارتريز في فينز. الفينز دول الثلاثه بيصبوا في الجريت سافنس فين. ده بالاضافه ان في كوميونيكيشن ما بين الجريت سافنس فين والسمول سافنس فين، ففي كوميونيكيتنج فين، وفي بيرفريتورز فين، هذه البيرفريتورز بيبقى كوميونيكيت الجريت سافنس فين مع الديب فينز اوف ذا الورلم. يبقى دي ترابيتورز، لما اجي اتكلم على الترابيتورز هي الترابيتورز اوف ذا جريت سافنس فين هقول سوبرفيشال ايبيجاستريك فين، سوبرفيشال اكسترنال بودندال فين، سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك فين، وفي كوميونيكيتنج فين مع السمول سافنس فين، وبيرفوريتنج فينز مع الديب فينز اوف ذا لور ليم. طيب اولا مهم جدا زي ما اتفقنا عليه وله اهميه كبيره جدا، اول حاجه نعرف ان هو له فالفز. الفالفز مليان فالف تقريبا من 10 الى 20 فالف، ودول طبعا مشهورين اغلبهم موجود طبعا في الليج تحت، لان الفين بيجيب الدم من تحت لفوق يعني اجنس الجرافيتي، فاغلبهم كلهم تقريبا تحت مستوى الني. الكلينيك امبورتنس بتاعت الفين ده، اولا طبعا طالما فالف يبقى زي ما اتفقنا الدم هيمشي من السوبرفيشال للدي، فبالتالي لو حصلت مشكله عندي في الفالفات دي هيحصل ان الدم هيتجمع سوبرفيشالي ويعمل لي حاجه بنسميها فاريكوز فين، هيعمل لي حاجه اسمها ايه فاريكوز فين، ودي طبعا كلنا عارفينها اللي هي دوالي الساقين. يبقى الفاريكوز فين دي اللي احنا بنسميها دوالي الساقين، الدم ما يتجمع هيبتدي يحصل له انجورجمنت ويبقى دايليتد، نلاقي الفين بقى دايليتد وبقى تورشوس، وهنا كل السوبرفيشال فينز هتبتدي الدم تبقى مليان فيها. طبعا في عندي جريت سافنس فين، في عندي سمول سافنس فين، وهنا سببه الاساسي بيكون انكومبتنس للفالفز اللي موجوده. يبقى دي اهميه مهمه جدا للجريت سافنس فين. الحاجه الثانيه دلوقتي بيستخدم الجريت سافنس فين كجرافت، ان هو لو في عندي اي ارتري زي الكورونر ارتري المسدود ممكن اخد الفين ده واستخدمه كجرافت. الفاريكوز فين كلنا عارفين او شفتوها كلكم دوالي الساقين، اوريكم دلوقتي صوره ليها زي ما احنا شايفين اهي، نشوف صوره ليها، دي حاله اهي زي كده. بيبقى طبعا الناس اللي بتحصل كتير قوي كمان مع الناس اللي هم بيبقوا لونج ستاندنج بيقفوا كتير، زي الباربر اللي هو الحلاق والبوليسمان والدينتست دكتور الاسنان، الناس اللي بيقفوا كتير على رجليهم طبعا بيحصل لهم المنظر اللي احنا شايفينه ده. وده شكل السوبرفيشال فين اهو زي الجريت سافنس فين، ودي الديب فينز اللي موجوده حوالين الديب ارتريز جوه، وهنا الكوميونيكيشن ما بينهم
الدم المفروض انه ماشي كده وماشي في الفالف في اتجاه هذا الاتجاه. لو حصل ان الفالف ده حصل فيه مشكله البلاط هيرجع لورا ويتجمع في السوبرفيشال فينز ويديني شكل الفاريكوز فينز اللي احنا شايفينه. طيب ما تيجي نخلينا نشوف فيديو بسيط نلخص فيه اللي احنا قلناه زي ما اتعودنا في المحاضرات. طيب خلونا بقى نشوف يا شباب الفيديو. ده هنشوف دلوقتي الجري سافنس فين او اللونج سافنس فين اهو، عايزين نشوف نهايته اهو زي ما احنا شايفين بينتهي في الثاي، بيعمل بيرسنج ليه دي فش هنا في الاوبننج سميناها سافنس اوبننج، يبقى ادي اللونج سافنس فين هو بيعدي من السافنس اوبننج اللي هي عباره عن اوبننج في الديب فاشيا زي ما هنتكلم عليها بعد شويه. اللي احنا شفناه دي الفاشيا لاتا او الديب فاشيا ثاي قدامنا، وهنا طبعا دي الترابيتوريز اوف ذا لونج سافنس فين. هنا لو احنا شلنا الفاشيا شلنا المنطقه طبعا هنا حوالين المنطقه هنا بلاقي فيه انجواين الليمف نودز اهي قدامنا دي الليمف نودز. لو شلنا دي فاشيا شلنا الفاشيا لاتا خلاص انا اشوف المنطقه شكلها عامل ازاي، هنلاقي ادي المنطقه اهي. هنتكلم بعد كده ان شاء الله نقدر قلنا على المنطقه دي اللي احنا هنسميها فيمور تراينجل، وهنشوف الكونتنت اللي فيها زي ما احنا شايفين ده الفيمور الفين وده الفيمور الارتر وده الفيمور النيرف دي من ضمن الكونتنتس ان شاء الله. وهنا طبعا واضح ان الجريت او اللونج سافنس فين بينتهي في الفيمور الفين. هنا احنا طبعا شلنا دي فاشيا وشلنا الاوبننج نفسها اللي قدامنا فوق ده الانجواينال ليجامنت. لو شلنا بقى الدنيا كلها وشلنا الانتير ابدومينال وول هنا عايز اشوف اللونج سافنس فين انتهى في الفيمورال فين. طب الفيمورال فين رايح فين بعد كده؟ هيعدي من تحت الانجواينال ليجامنت، واول ما يعدي يدخل الابدومين هيتغير اسمه الى اكسترنال ايلياك فين، يبقى اسمه اكسترنال ايلياك فين. لو شلنا الارتر اللي حواليه دوت اللي هو الاكسترنال ايلياك ارتري هيبان هنا دي طبعا سورس ميجر ماسل وادي الفين ماشي جنبيها. هلاقي في المكان ده هنا بلاقي فيه ده الاكسترنال ايلياك مع الاكسترنال ايلياك الشمال الاثنين اتحدوا مع بعض يعملوا كومن ايلياك. الكومن ايلياك اللي اليمين والشمال اتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها انفيرور فينا كيف. اوكي ودلوقتي بنوصل لاخر حاجه في الكونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا اللي هي سوبرفيشال انجوينال لينف نودز. سوبرفيشال انجوينال لينف نودز الموجوده في المنطقه هنشوف ان هي عباره عن مجموعتين بياخدوا حرف او شكل حرف التي، مجموعه ماشيه بالعرض هوريزونتال جروب ومجموعه فيرتيكال بنسميها فيرتيكال جروب. المجموعه الهوريزونتال اللي احنا شايفينهم دول بيبقوا من 5 لـ 6 نودز موجودين حوالين الانجوينال ليجامنت، في جزء منهم ميديال بنسميه ابر ميديال جروب وفي جزء لاترال بنسميه لاترال او ابر لاترال جروب. وفي المجموعه ديت اللي هي الهوريزونتال سواء كانت اللاترال او الميديال، الجزء اللاترال منها بيدرين الباتوك والفلانك والباك بلوزا ويست يعني تحت الويست، بينما الجزء الميديال اللي هنا الجزء الميديال دوت بيدرين منطقه الانتير ابدومينال وول من تحت الامبيريكاس يعني بلوزا امبيريكاس بياخد منطقه البرينيوم كمان، بينما الفيرتيكال جروب موجودين حوالين الابر اند اوف ذا جريد سافنس فين من 4 لـ 5 نودز موجودين في المنطقه ديت. ومجموعه الفيرتيكال جروب دي بتجيب اماكن او بتدرين من اماكن كتيره جدا برضو بتدرين انتير ابدومينال والجروز امبيريكاس، بتاخد تقريبا كل اللور ليمب ما عدا الباتوك اللي اتكلمنا عليه، بتاخد منطقه الجلوتيال ريجون برضو جزء كبير من الجلوتيال ريجون واللور هاف اوف ذا انال كانال، وكمان بتاخد جينتال اورجان سوبرفيشال برينيوم كل ده بيحصل دريننج. طب في الاخر خالص بقى الايفرنت رايحه فين؟ الايفرنت بعد كده بتعمل بيرسنج الحاجه هنا بنسميها الكيربي فورم فاشيا اللي هي مغطيه السافنس اوبننج زي ما هنشوف بعد شويه، وفي الاخر خالص تنتهي بحاجه بنسميها ديب انجوينال لينف نودز. نشوف صوره تاني، دي برضو صوره تاني موضحه لي اهي، دي المنطقه كلها ده السافنس اوبننج اهي المنطقه دي، وزي ما احنا شايفين ادي سوبرفيشال انجوينال ارتري سوبرفيشال انجوينال فينز اهيت وسافنس وجريد سافنس، وهنا مجموعه الايه اللينف نودز المجموعه اللي ماشيه بالعرض اهي دي اللي احنا بنسميها هوريزونتال جروب، والمجموعه اللي بالطول دي اللي احنا بنسميها فيرتيكال جروب، واعتقد انها واضحه جدا يعني في الصوره. طيب هنوصل دلوقتي الى حاجه مهمه جدا بقى بعد ما خلصنا سوبرفيشال فاشيا، هندخل بقى بعد كده على حاجه بنسميها دي فاشيا او بيسموها فاشيا لاتا. فاشيا لاتا يعني ايه؟
هي كلمة لاتا يعني extensive، كلمة لاتا يعني extensive، لاتم يعني extensive، يعني معناها اسمها extensive fascia. دي فاشيا أو الفاشيا لاتا أو الإكستنسيف فاشيا دي عبارة عن tough fibrous sheet زي ما احنا شايفين that envelop the whole of the thigh like a sleeve أو stocking، يعني زي ما احنا شايفين عاملة كأنه لابس شراب أو sleeve حوالين رجليه. الفاشيا دي مهمة جدا أعرف الأتاتشمنت بتاعها، هي ماسكة فين؟ ماسكة فين من فوق وماسكة فين من تحت. ولما تشوفها من فوق هي ماسكه في الباوندرز، يعني اتاتش للباوندري اللي بين اللاين اللي بين اللور ليمب والبلفس، يعني بالظبط كان هي ماسكه في المنطقه اللي احنا شايفينها دي، ده الجزء الفاصل ما بين البلفس وما بين اللور ليمب. يعني لما اجيبها من ورا لقدام هلاقيها ماسكه في الباك اوف ذا سكرامنت كوكسكس من ورا، لاتر اللي هتمسك بعد كده في الايليا كريست، وتيجي قدام بعد كده تمسك في الانجوايند ليجامنت، وتمسك في السبيرول بيوبيك ريموس من قدام، وطبعا هتعدي بعد كده على الانفير بيوبيك كريموس ميديالي ولغايه ما توصل لغايه الاسكاتيوبروس والساكوتيوبروس ليجامنت. فهي ماسكه من فوق داير ما يدور حوالين الجنكشن ما بين اللور ليمب وما بين الابدومين او البلفس اسف. بعد كده هنبتدي نشوف تحت الفاشيه نازله زي ما احنا شايفين اهي، هتنزل تحت تمسك في السبكوتينيوس بوني برومنس الموجوده حوالين قدام هنا في الفرنت والسايد اوف ذا ني، وتمسك كمان في كبسول اوف ذا ني جاينت، يعني ماسكه في الني جاينت من قدام ومن الجناب يعني في الني نفسه، وبتمسك كمان في الكبسول بتاع الجوينت وبوستيرو اللي بقى بتعمل لي بتلف من ورا عشان تعمل سترونج بوبليتيا الفاشيا، يعني هي بتعمل الفاشيا اللي ما بتضغط لي البوبليتياس ماسل، ودي بتبقى كونتينوس مع الدي فاشيا اوف ذا كالف بعد كده، يعني بعد كده تنزل من ورا وتبقى كونتينوس مع الدي فاشيا of the posterior aspect of the leg اللي احنا بنسميها الكالف او الكالف ماسلز. الفاشيا دي لاترالي بتبقى سيكند بقى، وتعمل لي حاجه مهمه جدا، بتيجي هنا في المكان لاترالي هنا كده وتعمل لي حاجه خطيره ومهمه قوي اسمها اليوتيوبيال تراكت هنتكلم عليها حالا. يبقى لاترالي it is second to form what's called اليوتيوبيال تراكت. هذا اليوتيوبيال تراكت هنتكلم عليه حالا ونشوف هيعمل ايه ويمسك ايه. قبل بقى هنتكلم على الاليوتيوبيال تراكت هنلاقي كمان ان الدي فاشيا زي ما اتفقنا ان هي بتقسم الكومبارتمنت، يعني بتقسم الثاي الى كومبارتمنت، يعني بتعمل لي حاجه مهمه جدا اسمها انتر مسكولار سيبتا اللي اتكلمنا عليها في اول المحاضره، وقلنا ان في عندي ثلاثه سيبتا موجودين، في عندي لاترال سيبتم وده اقواهم ده فيري سترونج، وده موجود ما بين الانتيرور، ده الانتيرور طبعا كومبارتمنت اهو، وده اللاترال سيبتم موجود ما بين الانتيرور وبوستيرور كومبارتمنت زي ما احنا شايفين، هو اللي فاصل ما بين الانتيرور كومبارتمنت والبوستيرور كومبارتمنت. في على الناحيه الثانيه في ميديال سيبتم بيبقى ارفع شويه من الثاني او يعني مور ثين شويه، وده بيكون بيفصل ما بين الانتيرور كومبارتمنت والميديال كومبارتمنت، وفي ورا برده واحد ثين هنا موجود بنسميه بوستيرور انتر ماسكولار سيبتم، وهذا السيبتم بيسيبريت بتوين ذا بوستيرور كومبارتمنت اند ميديال كومبارتمنت. وهنا زي ما احنا شايفين هنعرف ان في هنا muscles وstructures هنتكلم عليها اللي هي اللي شغالين احنا فيها دلوقتي للفرونت اوف ذا ثاي، وبعد كده هي ناخد الميديال كومبارتمنت بكل اللي فيه من muscles ونيرفز وبلود فيسلز، بعد كده هنتكلم على البوستيرو كومبارتمنت بنفس الطريقه. ندخل بقى دلوقتي على الاليوتيبيال تراكت. زي ما قلنا ده هو عباره عن دي فاشيا. طب دي فاشيا ايه بقى الاليوتيبيال تراكت وليه بسميه كده؟ هو في الحقيقه الاليوتيبيال تراكت ده جزء من الفاشيا لاتا اللي هي الدي فاشيا اوف ذا ثاي، بيحصل لها ثيكننج في اللاترال بار، يبقى هو عباره عن ثيكند لاترال بار اوف ذا فاشيا لاتا او دي فاشيا اوف ذا ثاي. له اتاتشمنت في الحقيقه كبير جدا، هو ماسك من فوق في الاليا كريست، الحاجه من فوق هنا اللي بشاور عليها دي بيبقى ماسك في حاجه انا بسميها تيوبركل اوف ذا اليا كريست. تحت هنا هينزل يمسك في حوالين النية هنا، هيمسك في اللاترال كوندايل of the tibia، وهيمسك كمان في اللاترال بوردر of the patella، بالاضافه كمان ان هو هيمسك في الكبسول of the knee joint. ده الاتاتشمنت بتاعه، هو نفسه بيمسك فيه تو ماسلز، فايه الماسلز اللي ماسكه فيه؟ من قدام هنا في عضله هنا هنشوفها اسمها تنسور فاشيا لاتا هي اللي ماسكه فيه، ومن ورا ماسك فيه عضله اسمها جلوتياس ماكسيموس، دي سوبرفيشال 3 كوارترز اوف ايت هم اللي ماسكين فيه، وليها ربع تاني ماسك في اماكن في مكان تاني هنعرفه بعدين. يبقى انا دلوقتي عايز اقول ان اي الماسل اتاتشد للاليوتيوبيال تراكت، اقول في عندي تنسور فاشيا لاتا، وهقول كمان في عندي 3 او سوبرفيشال 3 كوارترز اوف ذا جلوتيوس ماكسيموس ماسلز. ده بالنسبه للاليوتيوبيال تراكت عرفنا. طب هو ليه اهميه؟
الفانكشن اوف ذا ايلوتيبر تراكت مهم جدا، هو ده اللي بيخلينا نقف. فاول حاجه ان هو بيفكس الكوندايل ذا تيبيا بلوزا كوندايل ذا فيمر ديورنج برولونج ستاندنج. انا لو هقف وقفه طويله هو المسؤول ان المصل بيحصلها فتيج، لو انا وقفت فتره طويله جدا عضلاتي هتتعب ويحصل فتيج واللاكتيك اسيد هيتكون، فهو بيبتدي يريح العضلات وممكن نقف بالثلاثه والاربع وخمس وست ساعات واقفين بسببه. الحاجه الثانيه كون ان التو ماسلز اللي اتكلمنا عليهم دول ماسكين فيه وهو ماسك تحت في التيبيا، فكانه بالظبط حول الانسرشن ده الماسل ده طوله، فهو بيعمل برولونجيشن للانسرشن اوف ذا جلوتس ماكس انت انسرفاشيالات، كانه بالظبط كانهم بالظبط بيشتغلوا على النيو جوينت، وده مهم قوي نخلي الماسل مش بتشتغل فوق على الهيب بس، لا ده كمان هتشتغل على النيو جوينت. الحاجه الثانيه اكت از سبلانت، كان بالظبط عامل كبيره او لافف الجوينت ده للني جوينت مثبته كويس جدا، بحيث ان ممكن اقف لونج برده زي ما قلنا لو في اكستنشن طويل لللم وانا واقف في اريكت بوزيشن اقدر اقف ورجليا واقفه كانها عمود بالظبط. يعني انت لو كلنا واقفين كده ونحس ان احنا هنقع تبص لنشد رجلينا، شده رجلينا دي يعني انا بشد الاليوتيبر تراكت وبيخلي رجليا كانها وان كولم نو فيري ريجيد كولم اقدر استحمل الوقفه الطويله. ده بالنسبه للفانكشن اوف ذا ايليوتيبيال تراك. طيب ما تيجي نشوف او نشوف كده الفيديو اللي ممكن يبين لك الجزء اللي احنا بتاع الفشيالات ده ونشوف شكل الفشيالات ايه عشان نقدر نتكلم عليه. طيب في الفيديو هنا برضو هنشوف ادي الفشيالات هنا، وده السيكننج في اللاترال بارت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي سميناه ايليوتيبيال تراك. عايزين نشيل ونخليه نشيل بقيه الفشيالات ونركز عليه هو بس عشان نشوف الاتاتشمنت بتاعه. طبعا هو ماسك تحت هنا اهو، ادي الاليوتيبر تراكت لوحده ماسك تحت زي ما اتفقنا في الكوندايل اوف ذا تيبيا هنا. اوكي يبقى ماسك في اللاتر كوندايل وماسك في الباتيلا وماسك في هنا. طبعا واضح الانتر ماسكور سيبتا، ما هو ده الانتر ماسكور سيبتا اللي احنا اتكلمنا عليها. وادي الانسرشن بتاعنا لو شلنا البون هنا هيبان اهو، ادي الاتاتشمنت بتاعه من تحت وفوق. طبعا زي ما اتفقنا هيمسك في حاجه اسمها التوبركلوبيديليا كريست، دي الماسلز اللي اتاتشد ليها، دي طبعا الجلوتيس ماكسيمس ماسل اهي. ومن قدامي هنا في عندي حاجه اسمها تنسور فاشيالات، يبقى دي التنسور فاشيالات اهي قدامنا ماسكه فيه من قدام انتير بوردر والجلوتيس ماكسيمس ماسك. ايه التنسور فاشيالات دي؟ هنعرفها بعد كده ان شاء الله ليتر اون. هي ماسل يعني مش موضوع ان احنا نتكلم عليها النهارده، ولكن هنعرفها بعد كده بالتفصيل. وفي ماسلز هنا بتعمل الليلة. طب زي ما شايفين بتعمل ادكشن للايه للهب، هنتكلم عليها ان شاء الله ليتر اون في وقتها باذن الله. طيب خلونا بقى نكمل بعد كده. دلوقتي بقى هنتكلم على حاجه مهمه جدا برضو اتكلمنا عليها وجبنا سيرتها اكتر من مره، اللي احنا قلنا عليها softness opening. ايه بقى حكايه softness opening دي؟ ايه الديفينيشن بتاع softness opening؟ اول حاجه نعرف ان هي عباره عن اوفال opening بتمجر حوالي 3 سم في سنتي ونص، موجوده في الديب فاشيا اوف ذا ثاي. عشان احددها بالظبط في انهي منطقه بقى احط صباعي هنا على البيوبيك توبركل وانزل لتحت بلو اند لاترال حوالي 4 سم او تقريبا 1.5 انش. ده الديفينيشن بتاعها. ليها مارجن، لما اجي ابص على المارجن بتاعتها حاليا ليها مارجن، ليها ابر مارجن وليها لاترال مارجن وليها لور مارجن. الثلاثه مارجنز بيبقوا شارب باينين كويس جدا اهو زي ما احنا شايفين، واخدين شكل الكريسنت او الهلال، عشان كده بسميه المارجن اللي هو شكل الهلال ده بسميه فالس فورم، عامل زي الايه الهلال او عامل زي الشكل الفالس اللي هو المنجل. طيب الميديال، طب اشمعنى دول اللي هم باينين؟ طب الميديال مش باين، لا الميديال هنا بيبقى متغطي او معمول بالديب فاشيا المغطيه البكتيريال ماسل فبيبقى سموث، فعشان كده الثلاثه مارجن دول هم اللي بيبقوا شكلهم واضح جدا. الروف بتاع هذه السوفنس اوبننج بتبقى كفرد او فورمد باي سوبرفيشال فاشيا، عباره عن فاشيا بس متخرمه بنسميها كريبريفورم فاشيا. كريبريفورم يعني عامله زي الايه المنخل، فهي مخرمه عشان تسمح بمرور اشياء. ايه هي الاستراكشرز وتشيبرز ذيس فاشيا او ذيس اوبننج او طبعا او الفاشيا المغطيه؟ الكريبريفورم فاشيا والاوبننج طبعا بالتبعيه هتكون بيعدي فيها الثلاثه استراكشرز الاتيين. اول حاجه زي ما قلناهم قبل كده اللي هي السوبرفيشال انجوينال فيسلز اللي اتكلمنا عليهم في الاول بيعملوا بيرسنج. الحاجه الثانيه واهمهم هي الجري سوفنس فين اللي لسه كنا قايلين من شويه ان الجري سوفنس فين بيعمل بيرسنج للكريبريفورم فاشيا ويعدي من سوفنس اوبننج عشان ينتهي في حاجه مهمه جدا اللي هي الفيمورال فين. وكمان اخر حاجه الليمف فيسلز اللي بتمر منها. يبقى دول الثلاثه استراكشرز اللي بيعدوا من
الكريبريفورم فاشيا، ويبقى يعني كمان بيعدوا من السوفنس اوبننج. طيب بعد كده خدنا جزء كده تقريبا، خلصنا سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. اي ثينك ان انتوا يعني يو هاف تو تيك يور بريث عشان نبدأ بقى في بعد كده الماسلز اللي موجوده في الفرونت اوف ذا ثاي. تيك يور بريث اند كونسنتريت until we meet again with my best wishes. بعد ما ريحنا بقى يا شباب هنكمل بقى بقيه المحاضره. طبعا معلش المحاضره طويله شويه النهارده، تعالوا بقى خلينا نكمل ونشوف الماسلز. بس قبل ما اقول الماسلز عايزين نشوف بقى احنا هنتكلم عن انهي ماسلز. بنتكلم في الفرونت اوف ذا ثاي، وافكركم ان احنا قسمنا الثاي اهو عن طريق الثلاثه سيبتا اللي قلنا عليهم قبل كده، الانتر ماسكولار سيبتا الى انتير كومبارتمنت. اهو ده كل ده الكومبارتمنت اللي احنا هنتكلم عليه. احنا باقي لنا ايه دلوقتي؟ باقي لنا احنا نتكلم على الماسلز اللي باقيه دي، هي عباره عن ماسل واحده كبيره قوي اللي احنا شايفين اسمها كوادريسبس فيمورز ماسل، عباره عن اربعه ماسل في بعض، وعباره عن عضله اسمها سارتوريس. وفي عندي بلود فيسلز ونيرفز موجودين في هذا المكان اللي هم الفيمورال ارتري، فيمورال فين، فيمورال نيرف. دول الاستراكشرز اللي باقيين لنا. ده اللي هو احنا ديلينج مع دلوقتي ان احنا نشرح الايه الانتير كومبارتمنت الكونتينس اللي باقيه. طيب نتكلم اول ماسلز اهي، ده شكل الماسل اللي حبينا نبص عليها من قدام اهي، ده بتاعتنا بتاعت النهارده. ادي الكوادرسبس فيمورز ماسل، عباره عن اربعه ماسلز، عباره عن اللي في النص دي جزء من الكوادرسبس بنسميه ريكتس فيمورز، وبعد كده في ثلاثه فاستاي اللي هنا دي اسمها فاسس ميدياريز، وهنا فاسس لاتيراليز، وتحت الريكتس فيمورز في عضله بسميها فاسس انترميديز. دي عضله، وفي عضله ثانيه لوحدها اهي اللي عامله زي الشريط ديت ستراب لايك بسميها سارتوريس. ده شكل العضلات اللي هتكلم عليها دلوقتي حالا. نتكلم على اول عضله عندنا اللي هي السارتوريس ماسل اللي احنا شايفينها دي، عضله السارتوريس. جايه هي اسمها جاي من كلمه سارتوريور، لما نيجي نتكلم على الاكشن بتاعها نعرف ان هي الاكشن بتاعها سارتوريور اللي هو الخياط التيلور يعني بالانجلش. وهي الاكشن بتاعها بالظبط كان بيعملوا الخياط بتاع زمان ده، فعشان كده احنا سميناها بالاسم ده. السارتوريس ماسل هي تعتبر ذا لونجست ماسل ان اور بودي، نوعها من الانواع اللي هي بنسميها ستراب لايك، عامله زي الشريطه. هي عضله طويله باديه من اول في قدام فوق هنا من حاجه بنسميها، تعالى نشوف الاوريجن بتاعها، طالعه من حاجه هنا موجوده اسمها انتيرو سوبيريو اليك سباين موجوده في الهيبون. يبقى هي طالعه من الانتيرو سوبيريو اليك سباين وماشيه من اللاترال وبعدين كروسنج للثاي عشان تمسك ميديال هنا. تمسك ميديال هنا في التيبيا، في الابر بارت اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا. المنطقه دي بيمسك فيها ثلاث عضلات، خليكم فاكرين. اول عضله النهارده يعني بتاخد المكان ده بالظبط، بيمسك منه، بيمسك فيه عضله من الانتيرو جروب اللي بتكلم عليهم اسمها السارتوريس بتاعت النهارده، وبعدين وراها تمسك عضله ثانيه من الميديال جروب هنقول عليها جراسيلس، نعرف اسمها الجراسيلس ماسل، وبعد كده هتعرفوا عضله ثانيه اسمها سيمتندنوزس بعد كده ماسكه من البوستيريو جروب. يعني المنطقه دي ماسك فيها ثلاث عضلات، المنطقه اللي هي النقطه ديت اللي انا بشاور عليها اللي هي الابر بارت اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا. ده الاورجن والانسرشن بتاع هذه الماسلز. طبعا الجروب اللي احنا بتاع النهارده ده كله هياخد نيرف سبلاي من الفيمورال نيرف. العضله دي عشان بتعمل لي ان انا احط رجل على رجل اللي هو بنسميه الكلاسيكال كروس ليج بوزيشن اوف ذا تيلور بتاع الخياط او بتاع الترزي، اللي هو بيعمل فليكشن وابداكشن ولاتر روتيشن للثاي بالاضافه الى فليكشن وميديا روتيشن للني. الوضع ده كان زمان الخياط البلدي بيحط بيقعد القعده دي ويحط التوب جوه رجليه ويشتغل عليه، فسموا الاكشن بتاعها ده اللي هو الاكشن بتاعها سموها بنفس الاكشن سارتوريس لهذا الاسم. دي العضله الاولى عندنا النهارده اللي احنا بنسميها سارتوريس ماسل. برضه زي ما اتفقنا اي حاجه بتتكلم الدنيا بنبتدي ان احنا نتكلم عليها. دي شكل طبعا الايه؟ السارتوريس ماسل هي قدامنا، ده الاورجن بتاعها، ده تمام، ودي الحركه بتاعتها والاكشن بتاعها. باين طبعا الحركه اللي احنا كنا بنحط رجل على رجل بالظبط، تمام. طيب نكمل بعد كده ونشوف الجزء الثاني او من الماسلز، العضله طبعا الاساسيه اللي هي عندنا الكوادريسبس فيمورز ماسل. الكوادريسبس فيمورز ماسل زي ما احنا شايفين عضله مهمه اسمها كوادري يعني اربعه، وسيب يعني هيد، يعني عضله ذات اربع رؤوس. هم عباره عن اربع عضلات فعلا في بعض
الأربعة دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن عضلة، أول عضلة فيهم اللي إحنا بنسميها ريكتس فيموريز ماسل، اللي هي دي أول واحدة بسميها ريكتس فيموريز ماسل. وبعد كده في عندي عضلة قلت لكم عليها اسمها فاستس لاتيراليز، وبعد كده في عندي واحدة تانية هنا بسميها فاستس ميدياليز، وفي تحتهم بقى حاجة بنسميها فاستس انترميديس عشان أشوفها لازم أشيل هذه العضلة اللي هي ريكتس فيموريز. هنتكلم على الكل ونشوف إيه. نمسك أول عضلة فيهم اللي هي ريكتس فيموريز. طبعا ريكتس يعني مستقيمة، لأن هي شكلها زي ما احنا شايفين عضلة مستقيمة، فكلمة ريكتس فيموريز يعني المستقيمة الفخذية. هذا الريكتس فيموريز ماسل لها اوريجين ولها انسيرشن، تعال نبص عليها كويس. ادي شكل الماسلز اهي قدامنا هنا وهنا. الماسل ديت ليها اوريجين باي تو هيدز، يعني ليها تو هيدز بتطلع بيهم، ليها ستريت هيد وليها ريفلكتد هيد. الستريت هيد بتطلع من الانتيرور انفيرور اليك سباين، احنا خدنا السارتوريوس طالع من الانتيرور سوبيرور اليك سباين، بينما ريكتس فيموريز هنا طالع من هنا، ده الانتيرور سوبيرور اللي طلعت منه السارتوريوس، تحتيها على طول هنا في انتيرور انفيرور اليك سباين، المفروض انتوا خدتوا طبعا البونز وعرفتوه. دي بيطلع منها الستريت هيد اوف ذا ريكتس فيموريز ماسل، بينما الريفلكتد هيد بتطلع من امبريشن او جروف، هذا الامبريشن او جروف موجود اباف ذا استابلون اوف ذا هيب بون، وكمان بتاخد من الكبسول اوف ذا هيب جوينت. التو اوريجنز دول مع بعض هيعمل، مش هتكلم على الانسيرشن لان كل العضله على بعضها او الاربع عضلات مع بعض بيعملوا انسيرشن واحد في الاخر، فكل اللي بتكلم عليه دلوقتي بس انا بتكلم على الاوريجن لكل عضله لوحدها. برضو نفس الكلام لو انا حبيت ابص على ريكتس فيموريز بسرعه كده شكلها ماشيه ازاي، سهله جدا برضو. ادي شكل الريكتس فيموريز ماسل اهو زي ما احنا شايفين على الفيديو. تعالوا نشوف الاوريجن عشان اقدر اشوف شكل الريفلكتد هيد ايه والستريت هيد. ادي الماسل اهي، ادي الستريت هيد بتاعتها اهي، وادي الريفلكتد هيد اهي، شايفين؟ تعالوا نشوفها على البون عشان نتخيلها. ادي الستريت هيد طالع هنا من ده الانتيرو انفيرو اليك سباين، وده السوبيرو اللي ماليش دعوه بيه دلوقتي، وادي الريفلكتد هيد اهي موجوده، ده الاستابيلوم، ده الاستابيلوم، وده الحته الحمراء اللي فوق دي اللي هي الاوريجن اللي هو بنسميه ريفلكتد هيد. طبعا ده الانسيرشن هنتكلم عليه بعد شويه. طيب تعالوا بقى نشوف الماسل اللي بعد كده اللي احنا بنسميها فاستس لاتيراليز. هذه الفاستس لاتيراليز ماسل من ضمن الكوادريسبس فيموريز ماسل، ليها اوريجن بيبقى شكله لينير ان شيب، بتاخد خط بيبدا، هذا الخط بيبدا من فوق هنا، ده هنا في عندي حاجه اسمها انتر تركانتريك لاين هنا في البون، هي بتاخد من الابر هاف اوف ذا انتر تركانتريك لاين وهتلف بعد كده تحت الجريتر تروكانتر عند روت اوف ذا جريتر تروكانتر، وتلف من ورا في المكان ده هتبقى في حاجه بنسميها لاتر ريب اوف ذا جلوتال تيبروسيتي، بعد كده تنزل على اللينيا اسبرا هتبقى ماسكه طالعه من الابر هاف اوف ذا لاتر ريب اوف ذا لينيا اسبرا، ده الاوريجن اوف ذا فاستس لاتيرالز. بعد كده نفس القصه هتاخد برضو لينيال اوريجن، شكل الاوريجن بتاعها هنا بالنسبه للفاستس ميدياليز، الثانيه كانت بادئه من فوق من هنا، اللاتراليز باديه من فوق من هنا من الابر هاف اوف ذا انتر تركانتريك لاين، ده دي هتاخد من اللور بارت اوف ذا انتر تركانتريك لاين وهتلف ميديالي مع خط هنا بنسميه سبايرال لاين، وبعد كده تنزل من تحت بعد ما تلف من هنا، يعني لفت كده ومشيت على السبايرال لاين، ومن السبايرال لاين هتعدي على الميديال ليب اوف ذا لينيا اسبرا. لينيا اسبرا ده عباره عن بوردر موجود في الباك اوف ذا فيمر، له تو ليبس، لاتر ليب هي اللي مسكت في الفاسس لاتراليز، طلع منه الفاسس لاتراليز، والفاسس ميدياليز طلع من الميديال ليب. بس الفرق بين اللاتراليز والميدياليز ان الميدياليز هتكمل لتحت شويه، شوف هنا دي وقفت لغايه هنا اللاتراليز اهي، بينما الميدياليز كملت لتحت شويه فوق الكوندايل هنا، في عندي حاجه اسمها سوبرا كوندايل ريدج في المكان ده، في الابر هاف اوف ذا ميديال سوبرا كوندايل ريدج على ناحيه الميديال اسبكت هنا الاتاشمنت هيستمر لغايه المكان ده، يبقى انا هزود عليها الابر هاف اوف ذا ميديال سوبرا كوندايل ريدج، انما اللاترال مش فيش حاجه واصله له بالنسبه للفاستس لاترالز. اللي باقيه من العضله اللي احنا بنسميها فاستس انتر ميدياس، ودي طبعا يعني مصل عريضه جدا بتطلع من الانتيرور اسبكت اند لاترال سيرفيس، يعني شوف طالع من الانتيرور مع اللاترال سيرفيس اوف ذا ابر ثري كوارترز اوف ذا فيمر، يعني طالع من الشافت اوف ذا فيمر من الثلاث ارباع العلويين من الانتيرور واللاترال اسبكت، ودي عضله زي ما احنا شايفين عضله كبيره جدا وهي الموجوده تقريبا ماسكه اغلب البلك بتاع الكوادرسيبس ماسل.
المسل دي كمان بتمسك من حاجه بنسميها lateral intermuscular septum، ماسكه في حاجه اسمها lateral intermuscular. احنا اتكلمنا على الاورجن دلوقتي بتاع الكوادريسبس باجزائها، عايزين نشوف الانسيرشن بقى. في الحقيقه المسل الكوادريسبس ديت بتعمل انسيرشن بتندون، يعني زي احنا شايفين اهو هتنزل العضله اهي بتمسك بتندون هنا، ادي كل اجزاء العضله تنتهي في تندون. التندون اللي احنا شايفينه ده بنسميه كوادريسبس تندون، بسميه كوادريسبس تندون، بتمسك في البيز اوف ذا باتيلا، يبقى التندون ماسك هنا في البيز اوف ذا باتيلا. طب وانتهت الموضوع على كده؟ لا ما انتهتش، من الباتيلا بقى هيخرج ليجامنت، يبقى في اكستنشن للانسيرشن عن طريق ليجامنت بسميه ليجامنتم باتيلي، ليجامنتم باتيلي، يبقى ادي الليجامنتم باتيلي اهو هيجي يمسك هنا في التيبيا في جزء بارز سبكوتينس كلنا بنحسه في رجلنا من قدام من فوق عند الركبه اللي احنا تحت ركبتنا مباشره، احنا بنسميه تيبيال تيبروستي، يبقى او تيبروستي اوف ذا تيبيا، ويبقى كده ده الانسيرشن بتاع هذا الليجام. مش كده وبس، ده كمان على الجنبين من هنا، الجنبين من هنا الفاسس لاترالز الفاسس ميدياليز بيعملوا اكستنشن بحاجه بنسميها ريتيناكولا، باتيلر ريتيناكولا. فاحنا احنا شايفين في عندي الباتيلر ريتيناكولا، في عندي ميديال وفي لاترال باتيلر ريتيناكولا كمان عامله اكستنشن للانسرشن. يبقى باي فايبرس اكسبانشن، هذا الفايبرس اكسبانشن بيطلع من الفاسس لاترالز الفاسس ميدياليز ويمسك في الكوندايلز اوف التيبيا من قدام. ده كله لو بصينا على الصوره دي برضه هتوضح لنا الدنيا. ادي ادي التندون اهو مسك هنا في الباتيلا، بعد كده حصل اكستنشن من الباتيلا بليجامنت اللي احنا سميناه ليجامنت الباتيلا. طبعا زي ما احنا شايفين من هنا اهو ادي الاكسبانشن زي ما احنا شايفين واضح جدا قدام. ده بالنسبه للانسيرشن اوف ذا كوادريسبس ماسل. يفضل عندي في الكوادريسبس ماسل اعرف النيرف سبلاي. هو هنا النيرف سبلاي بتاع الانتيرو جروب كله على بعضه سواء السارتوريس او الكوادريسبس كله بياخد من نيرف بسميه فيمورال نيرف، بسميه فيمورال نيرف. طيب العضلات دي بتعمل ايه بقى؟ اولا تكون ان هي ماسكه تحت ماسكه في التيبيال تبراستي، فاما تيجي تشد هتفرد رجلي، يبقى هتعمل اكستنشن للني. اول حاجه بتعمل لي حاجه بنسميها اكستنشن اوف ذا. الحاجه الثانيه في عندي عضله منهم ماسكه فوق في الهيب، يعني ماسكه فوق الهيب سوري الهيب جوينت، يعني ماسكه في اللي هي ريفلكتد هيد اللي اتكلمنا عليها اللي ماسكه اباف ذا استابلوم، يبقى الريكتس فيموريز ريفلكتد هيد بتاعتها ماسكه فوق، فبالتالي هتشتغل هي كمان على الهيب، هتعمل فريكشن للهيب، تعمل فريكشن للايه؟ للهيب. بالاضافه ان الماسل كوادريسبس دي ليها اهميه كبرى في ان ليها دور كبير قوي في الاستابيليتي اوف ذا ني جوينت، وهي اللي من ايه؟ بتحافظ على الني جوينت لانها تعتبر الني جوينت زي ما احنا عارفين هو ديفكتد انتيرو لما هندرس بعد كده، فهي تعتبر مقفله الجزء الامامي منه. Normal walking, quadriceps straightens the leg as the foot reaches the ground, then keeps the leg straight while the hamstring muscles extend the hip. الليج عشان اقدر احط رجلي على الارض طبعا مساعدني في الووكينج، مساعده هامه جدا. مش كده وبس، ده كمان ساعدني لو انا بعمل رايزنج من سيتنج بوزيشن، واضح كده ان احنا في سيتنج بوزيشن وانا بقوم من سيتنج بوزيشن، او كمان لو انا بعمل جامب، يعني لو انا بنط بلعب سله او بنط زي كده هي بتعمل سترينث اهو واضح اهي للليج. فدي طبعا اكشن فيري امبورتنت بالنسبه لهذه المصر. دلوقتي بقى هوريكم اللي احنا شفناه ده، يعني كان هو يعني حاجه تساعدكم في العملي. المصل زي قدامنا ده جزء على البادي زي احنا شايفين، ادي جزء ديسكتد للانتير كومبارتمنت اللي احنا شايفينها الطويله قوي دي اللي اتكلمنا عليها وان اطول عضله اللي هي السارتوريوس ماسل، طالعه من الانتير سباين هنا لاترالي، وبعدين عملت كروسنج ومشيت ميديال هنا عشان تعمل انسيرشن تحت في التيبيا. لو انا جبتها على جنب هنا هلاقي قدامي هنا بلاقي بقى الكوادريسبس فيمورز ماسل اللي اتكلمت عليها اللي مكونه من الجزء اللي ممسوك ده اللي قدامكم ده، ده الفاسس لاتراليس، وبعد كده الجزء اللي هنا ده الفاسس ميدياليز اللي بشاور عليه، واللي في النص طبعا اللي هرفعها وتتشد معايا في ايديا دي ذا ريكتس فيموريز. تحت ريكتس فيموريز هنا بالظبط هنا هنا المكان ده هيبقى اللي بتشاور عليه دلوقتي ده ذا فاسس انتر ميدياس او انتر. اوكي يبقى كده الاربع عضلات باينين قدامنا اللي هم مكونين للكوادريسبس، ودي السارتوريس. الكوادريسبس زي ما اتفقنا قلنا ان بتعمل انسيرشن في الباتيلا بتندر، وبعد كده الباتيلا هيبقى هينزل تحت عشان يمسك التيبل تبص بيه الليجن. يعني اي هوب ان يكون يعني الدنيا وضحت قدامكم حتى بالنسبه للجزء الخاص بالعمل. اوكي.
بعد كده دلوقتي هنتكلم على اخر حاجه النهارده عندنا اللي هي الارتكولاريز جينو ماسل. الارتكولاريز جينو ماسل دي عضله صغيره جدا ولكن طبعا هنتكلم عليها. هذا الموصل موجوده فين؟ موجوده الاورجن بتاعها بتطلع من نقطتين صغيرين هنا تحت الفاس انترميديتس، يعني طالعه من اللور بارت اوف ذا انتيرو سيرفيس اوف ذا فيمر في المكان ده الاورجن بتاعها، وتعمل انسورشن في الني جوينت. فين في الني جوينت بقى؟ في الساينوفيال ممبرين اللي موجود جوه الني جوينت. يعني هي بتشتغل على الساينوفيال ممبرين، عضله ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تشتغل على الساينوفيال ممبرين، فبتعمل له اكشن مهم جدا جدا ان هي بتمنع ان هو يتحشر بين العظم. يعني ايه؟ يعني الاكشن بتاعها بول ذا ساينوفيال ممبرين ابورد اثناء الاكستنشن اوف ذا ليج. يعني وانا بفرد رجلي بتشد الساينوفيال ممبرين لفوق عشان تمنع ان الممبرين ده يحصل له تيكن بتوين ذا ارتكوليتنج بونز. طبعا دي حاجه مهمه جدا، ربنا سبحانه وتعالى لنا ان كل شيء خلقناه بقدر، فهنا محسوب بالملي عشان ما يحصلش اي مشكله للساينوفيال ممبرين. النيرف سبلاي بتاعها بتاخد نيرف سبلاي من فوقيها اللي هي البرانش اللي راح يغذي الفاسس انترميدياس اللي هو جاي من الفيمورال نيرف. يعني البرانش اللي جاي اللي هو نيرف فاسس ميدياليس انترميدياس نفسه اللي جاي اوريدي من الفيمورال نيرف هو اللي بيغذي هذا العضله. بكده اي ثينك ان انتوا اي ثينك فعلا ان انتوا يعني زي الاخ اللي عمال يزعق ده وزعلان، يور برين از فول اي ثينك ذات. فمعلش انا اسف انا طولت عليكم كتير، وهي المحاضره معلش طويله واخدت وقت شويه، فمعلش انا بعتذر مره اخرى. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا كل ده بنتكلم في الفرونت والثاي، بقينا في جزء تاني في الفرونت بس هيكون محاضره لوحده موجود في الجدول باسم عندكم حاجه بنسميها فيمورال ترينجل وفيمورال شيث بالكونتينس. طبعا بتاعت الفيمورال ترينجل هنتكلم عليها مع الفيمورال شيث، فدي هتكون محاضره ان شاء الله هناخدها لوحدها باذن الله. وبعد كده هناخد المحاضره اللي هي المفروض عندكم محاضره رقم 2 هناخدها احنا بقى رقم 3 اللي هتكون الميديا كومبارتمنت اوف ذا ثاي. بشكركم. I hope you have enjoyed with this presentation and until we meet again with my best wishes. Thank you very much.